بيبدأ الفيلم ببنت اسمها ميجان وهي بتحكي لنا ان حياتها اتغيرت من بعد موت اعز اصحابها، وعلشان كده هي اعتزلت العالم كله بسبب حزنها عليه. وبتقول ميجان ان هي ما لقتش الدعم من عيلتها، خصوصا وان ابوها وامها منفصلين، وده لان امها انانيه ومش بتفكر غير في نفسها وبس. وكل ده خلى ميجان تبقى مدمنه كحول، وعلشان كده بتفقد تركيزها في شغلها وبيتم طردها من الشغل. وفي يوم ميجان بتشوف جنود داخلين مكتب تابع للجيش في المدينه، وبيكون قدام المكتب ده لافته بيكون فيها اعلان ان الجيش محتاج متطوعين. فبتقرر ميجان تدخل الجيش علشان تخلص من حياتها الممله، وعلشان تبعد عن اي حاجه بتسبب لها حزن وكآبه. وبعد ما بتتقبل ميجان بتسافر على معسكر التدريب، ولما بتعرف امها باللي هي عملته بتتصل بيها وبتزعق لها، لكن ميجان بتكون وصلت للمعسكر وبيطلب منها واحد من القاده ان هي تنهي المكالمه فورا. وبعدها بيأمر القائد كل المستجدين ان هم يقفوا في طابور، وساعتها بيعرفهم ان هم هيمارسوا اعنف التدريبات، والتدريبات دي هتخليهم مؤهلين ان هم يكونوا جنود في الجيش الامريكي. وتاني يوم بتبدا ميجان التدريبات وبتكون قاسيه جدا، وبيظهر ان ميجان بتعاني ولكنها بتصمم تكمل، وده علشان يتم قبولها في الجيش وتبدا حياه جديده. وبتمر الايام وبيجي يوم حفل تخرج الدفعه بتاعت ميجان، وساعتها كل زمايلها بيكونوا مبسوطين بوجود اهاليهم معاهم، وبتكون ميجان حزينه لان هي لوحدها. وبعد ما الحفله بتخلص بتتفاجئ ميجان ان امها جايه علشان تحضر الحفله، فبتعرفها ميجان ان هي اتاخرت والحفله خلصت، فبتعتذر لها امها عن التاخير لان هي تاهت في الطريق. وبعدها بتقعد ميجان مع امها وبتسالها عن ابوها، فبتقول لها ان ابوها اتصل واعتذر لان هو مش هيحضر الحفله. وبيظهر ان ميجان متعاطفه مع ابوها بسبب اللي امها عملته معاه، ولما امها بتقول لها ان ابوها ما بيدفعش النفقه بتفكرها ميجان ان هي خانته مع اعز اصحابه. وبعدها بتنصدم ميجان لما امها بتسالها اذا كانت كتبت اسمها في قائمه المستفيدين، واللي هم هياخدوا تعويض لو ميجان حصل لها حاجه اثناء الخدمه. فبتتضايق ميجان من كلام امها وبتعرف ان هي مهتمه بالفلوس وبس، فبتشكرها على زيارتها وبتسيبها وبتمشي. وبعدها ميجان بتتوزع على الكتيبه الاساسيه علشان تبدا خدمتها بشكل رسمي في الجيش، وهناك القائد بيستقبلها هي وزمايلها المستجدين، وبيرحب القائد بيهم وبيعرفهم بالقواعد العسكريه في الكتيبه. وبالليل ميجان بتسهر مع اتنين من زمايلها في الحيانه، وبيفضلوا يشربوا لحد ما بيسكروا، وبعدها بيرجعوا على الكتيبه في وقت متاخر، وساعتها بيشوفهم واحد من جنود الدوريه الليليه. وتاني يوم بيتم استدعاء ميجان لمكتب قائد الكتيبه، وبيعنفها القائد وبيفهمها ان هي جنديه في الجيش الامريكي، وان هي لازم تكون منضبطه وما تخالفش التعليمات نهائي. وبيقول لها ان اللي حصل الليله اللي فاتت ما ينفعش يتكرر تاني، والا هيتم محاكمتها وطردها من الخدمه. وبيقول لها ان هو هيكتفي بمعاقبتها المره دي، وبيعرفها ان العقاب هو انها تنظف بيوت الكلاب لمده اسبوع. وبياخدها وبيروح بيها على مارتن المسؤول عن وحده الكلاب في الكتيبه، واللي بيكون فاهم ان ميجان متعاقبه، وعلشان كده بيبص لها بنظرات كلها غضب. وبعدها ميجان بتنفذ العقوبه وهي متضايقه لان هي بتنظف فضلات الكلاب. وبعد ما بتخلص بتشوف كلب اسمه ريكس، فبيعجبها شكله وهدوءه وبتقرب منه، لكن ريكس بيتعصب وبيكون عاوز يهجم عليها، فبتخاف ميجان منه وبتخرج من المكان بسرعه. وبعدها بتشوف واحد من الجنود وهو بيدرب الكلب بتاعه، وبتعرف منه ان هما بيدربوا الكلاب علشان يكتشفوا اماكن السلاح والالغام. وبيجي مارتن وبيقطعهم وبيطلب من ميجان ان هي تستعد للتدريب، وبتستغرب ميجان لما بيلبسوها بدله تدريب الكلاب. وبعدها بيخلوا الكلاب تهاجمها علشان يعودوا الكلاب على تنفيذ الاوامر. ووقتها بيقرب منها واحد من الجنود وبينصحها ان هي تقلع بنطلون البدله، وبيقول لها ان الكلاب مش بتهاجم غير الجزء العلوي من الجسم، فبتصدق ميجان كلامه وبتقلع بنطلون البدله. وبعدها بتنصدم لما بتلاقي الكلب ريكس بيدخل مكان التدريب، وساعتها بتخاف ميجان من ريكس اول ما بيهجم عليها، وبتحاول ان هي تجري منه، ولكن ريكس بيلحقها وبيعضها، وساعتها زمايلها بيفضلوا يضحكوا ويتريقوا عليها. وبعدها ميجان بتبدا تراقب تدريبات الكلاب، وبالليل بتروح لريكس وبتقف قدامه وبتقوله ان هي مش خايفه منه، فبينبح ريكس بصوت عالي فبتخاف ميجان منه، فبتتكسف ميجان من نفسها، وبتقوله ان هي هتتعلم ازاي تخليه يخاف منها. وتاني يوم بتروح لمارتن وبتطلب منه تبقى مدربه كلاب، فبيقول لها ان هي لازم تجيب تقييمات عاليه في كل تدريباتها، وبعدها ممكن يخليها تنضم لوحده تدريب الكلاب. فبتقرر ميجان ان هي تتمرن بكل قوتها، وبتتمرن كمان في اوقات الراحه علشان تزود من لياقتها. وبيشوفها مارتن وبيكون معجب باصرارها، ولكنه مش بيبين لها وبيتجاهلها لما بتتكلم معاه، وبيعمل نفسه ان هو مش واخد باله منها. وفي النهايه بتنجح ميجان في الاختبارات وبتجيب اعلى التقييمات.
وبعدها بتاخد الشهادة وبتروح لمارتن وبتطلب منه ان هي تدرب الكلاب، لكن مارتن بيقول لها ان مفيش كلاب من غير مدربين حاليا، وبيسخر منها وبيقول لها ان هي ممكن تدرب صندوق الذخيرة لحد ما يلاقي كلب يخليها تدربه. والغريب ان ميجان بتاخد الصندوق وبتفضل تدربه كأن هو كلب، ومع ان زمايلها بيسخروا منها لما بيشوفوها ولكن هي بتتجاهلهم. وفي يوم مارتن بيجمع الجنود وبيقول لهم ان هم هيسافروا في مهمة في الشرق الاوسط، وبيطلب منهم يركزوا كويس في التدريبات خلال الفترة دي، وبيعرفهم على قائد القوات في الشرق الاوسط، وبيبدأ يشرح لهم مدى صعوبة المهمة، وبيعرفهم ان الالغام والقنابل هي اكبر خطر بيهدد حياة الجنود، وعلشان كده بيطلب منهم يكونوا على درجة عالية من التواصل مع الكلاب اللي بيدربوها، وده لان الكلاب هم اللي هيقدروا يكتشفوا القنابل والالغام. وبعدها ميجان بتكون في العيادة البيطرية وبتشوف الدكتورة وهي بتدرب الجنود على طريقة علاج جروح الكلاب في حالة الاصابة، وبيظهر جندي اسمه والتر وبيكون هو المسؤول عن ريكس، وبيكون والتر مش عارف يتعامل مع ريكس ومش قادر يسيطر عليه، واول ما بيحط والتر ايده على جسم ريكس ريكس بيعضه. وبعدها مارتن بيستدعي والتر في مكتبه وبيقرر ان هو يعفيه من مهمة تدريب ريكس، وبيكلف ميجان بتدريب ريكس مكانه. وبالليل ميجان بتروح لريكس علشان تأكله، ولكن بتقف قدامه وبتطلب منه ان هو يرجع بيته، وبيظهر ان ريكس كلب عنيد ومش بينفذ الاوامر بسهولة، فبتقول له ميجان ان هي مش هتديله الاكل غير لما يسمع كلامها. وبتفضل ميجان قاعدة قدام القفص فترة طويلة لحد ما في الاخر ريكس بيرجع بيته، فبتفرح ميجان وبتفتح القفص وبتحط الاكل وبتخرج بسرعة. وتاني يوم بتبدأ ميجان تتدرب مع ريكس على اكتشاف الالغام، لكنها بتتفاجئ ان ريكس ما بيقدرش يوصل غير للغم واحد بس من الخمسة، وساعتها القائد بيقول لها ان هي لازم تخلي ريكس يدور على الالغام لوحده وهي تمشي بس ورا خطواته، وبيقول لها ان الكلب بيحس بمشاعر الشخص اللي معاه، ولو الشخص ده فقد ثقته في نفسه فالكلب هيفقد ثقته في نفسه هو كمان. فبتهدى ميجان وبتنفذ كلام القائد، وبتفرح جدا لما ريكس بيقدر يلاقي الخمس الغام. وبعدها ميجان بتاخد ريكس للعياده علشان تطمن على صحته قبل السفر، وبتتفاجئ ميجان لما الدكتوره بتقول لها ان ريكس هو اكتر كلب عدواني في الوحده. ومع مرور الايام ميجان وريكس بيقربوا من بعض اكتر، وساعتها ريكس بيسمح لها ان هي تتدرب على معالجه جروحه من غير ما يهاجمها. وقبل السفر بيوم ميجان بتكون قلقانه ومش عارفه تنام، فبتروح لريكس وبتاخده على اوضتها، وهناك بتقول له ان هي عايزه تتكلم معاه في موضوع مهم. وبتستغرب ميجان لما بتلاقي ريكس واقف ساكت وكان هو مستني يسمعها، فبتقول له ان هم هيطلعوا في مهمه سوا، وبتعرفه ان المهمه دي خطر وممكن يموتوا. فساعتها ريكس بيقرب من ميجان وبيقعد جنبها، فبتفهم ميجان ان ريكس عايز يعرفها ان هو هيكون معاها وهيحميها. وتاني يوم ميجان بتركب مع زمايلها الطياره علشان يسافروا لمكان المهمه، وفي الطياره ريكس بيكون خايف ومتوتر وبيفضل ينبح كتير، فبتروح له ميجان وبتفتح القفص وبتقعد جنبه. ووقتها ريكس بيطمن وبيسكت، ولما الطياره بتوصل للمعسكر اللي في الشرق الاوسط ميجان بتودع زمايلها لان هم هيتوزعوا على اماكن مختلفه، وعلشان هي البنت الوحيده اللي في المعسكر فبتبات في اوضه لوحدها وبيكون معاها ريكس. وتاني يوم بتخرج ميجان وبتستكشف المعسكر، وبتشوف ساعتها جندي اسمه مات وهو بيدرب كلبه، فبيتعرفوا على بعض، وبتتخض ميجان لما بتسمع صوت ضرب النار، فبيطمنها مات وبيقول لها ان ده العادي في المنطقه اللي هم فيها. وبعدها مات وميجان بيكونوا عند قائد المعسكر، وبيكلفهم القائد بمهمه في نقطه التفتيش اللي في المدينه. واثناء ما هم في طريقهم لنقطه التفتيش بيطلب مات من ميجان ان هي تاخد حذرها، وبيعرفها بكل المعلومات عن طبيعه المكان اللي هم رايحينه. وعند نقطه التفتيش بتقف ميجان بعيد لحد ما زمايلها بينزلوا الاشخاص من عربياتهم، وبعدها بتخلي ريكس يفتش العربيات علشان لو كان فيها متفجرات. وبتمر الايام وميجان بتفضل تتكلم بالليل مع ريكس زي عوايدها، وبالنهار بتقضي يومها معاه وبتفضل تدربه، وبيكون زمايلها بيراقبوها وهم معجبين جدا بيها. وفي يوم بيروح ضابط لاوضه ميجان وبيطلب منها ان هي تجهز نفسها هي وريكس علشان يطلعوا مهمه، فبتروح ميجان مع القوات لمكان المهمه واللي بيكون هو بيت واحد من الارهابيين بالنسبه لهم. ووقتها ريكس بيدخل البيت وبيفضل يشم فيه لحد ما بيقدر يوصل لمكان سري بيكون فيه اسلحه ومتفجرات كتير. وبعدها مات بيكون مبسوط جدا وبيشكر ميجان، فبتطلب منه ميجان ان هو يشكر ريكس لان هو السبب في نجاح المهمه. وفي اليوم اللي بعده ميجان وريكس بيطلعوا مع الجنود في مهمه تانيه، وبيقدر ريكس ان هو يحدد مكان متفجرات مزروعه على الطريق السريع. وفي يوم بتكون ميجان مع ريكس في مهمه جديده، وبيكونوا بيكتشفوا الغام في ارض مهجوره قريبه من المعسكر، وبيتفاجئوا بعربيه جايه ناحيتهم بسرعه، فبيضرب الجنود طلقات تحذيريه ناحيه العربيه لحد ما العربيه بتقف وبينزل منها السواق
وبينام على الارض. وبعدها ميجان وريكس بيقربوا من العربية علشان يفحصوها، لكن وهم في طريقهم للعربية بينفجر لغم جنبهم. ولحسن الحظ ريكس وميجان بيصابوا باصابات بسيطة. ووقتها القائد بيستغرب ازاي ريكس ما قدرش يكتشف اللغم ده، لكنه لما بيفحص مكان الانفجار بيكتشف ان اللغم كان مدفون على مسافة بعيدة تحت الارض. ده غير ان هو بيلاقي سلك متوصل باللغم، والسلك ده بيوصل لمبنى مهجور قدامهم على مسافة بعيدة، وده معناه ان اللغم تم تفجيره يدويا. فبيقرر القائد ان هو يروح للمبنى من غير ما ياخد ميجان وريكس. فبتقول له ميجان ان ده مستحيل، لان المكان مليان الغام، وان هي وريكس هيقدروا يساعدوهم ويكتشفوا الالغام اللي في طريقهم. فبيقول لها القائد ان هي وريكس مصابين وهو مش عاوز يغامر بحياتهم. لكن ميجان بتروح لريكس وبتطلب منه يقف علشان يكملوا المهمة. وبعدها بتبلغ القائد ان هي وريكس جاهزين، وبيمشوا قدام زمايلهم في طريقهم للمبنى، وبيقدروا ان هم يتفادوا الالغام لحد ما بيوصلوا لهناك. وبعدها بيبدأوا يستكشفوا المكان بمساعدة ريكس. ولما بيوصلوا لسطح المبنى بيلاقوا بقايا المتفجرات، وده بيخليهم يعرفوا ان المشتبه فيهم مشيوا من المكان. وفجأة ريكس بيفضل ينبح باستمرار وما بيكونش حد فاهم هو بيعمل كده ليه. لكن ميجان بتبلغ القائد ان ريكس بيحذرهم وان هم في خطر. وفجأة بتنضرب عليهم قذيفة من مسافة بعيدة، وبيقدر ريكس ان هو يشد القائد قبل ما يصف اخر لحظة. وبعدها بيبدأوا الجنود في الانسحاب من المبنى، وبيحصل بينهم وبين الناس التانية تبادل اطلاق نار لحد ما بيقدروا يركبوا العربيات وبيتحركوا في طريقهم للمعسكر. وبتظهر ميجان وهي بتجري علشان تركب العربية مع ريكس، لكن بيحصل انفجار وبتترمي ميجان بعيد عن العربية. فبينزل ريكس من العربية علشان يطمن عليها، وبتقدر ميجان ان هي تقف على رجليها تاني وبعدها بتركب العربية. ولما بترجع على المعسكر بتلاقي طيارة مستنياها علشان تنقلها على المستشفى. وبيظهر ان ميجان مش عايزة تمشي وتسيب ريكس، لكن مات بيطمنها وبيوعدها ان هو هيخلي باله من ريكس لحد ما هي ترجع. فبتهدى ميجان وبتروح تركب الطيارة، ولكن ريكس بيفضل ينبح وبيكون عاوز يروح يركب الطيارة مع ميجان، ولكن مات بيمسكه بقوة وبيمنعه. وساعتها ميجان بتكون حزينة وبتفضل تبكي. ولما بتروح ميجان المستشفى بتعرف من الدكتور ان حصل لها مشاكل في ودنها بسبب الانفجار، وبيقول لها ان حالتها الصحية ما تسمحش ان هي ترجع للمعسكر، وعلشان كده بيديها اجازة لمدة 3 اسابيع علشان ترتاح وتسترد صحتها وبعدها تقدر ترجع تاني. فبتنهار ميجان وبتفضل تعيط لان هي عايزة ترجع وتكون جنب ريكس، لكن ما بيكونش في حاجة في ايديها تعملها، وبتضطر ان هي تسافر بلدها علشان تقضي الاجازة هناك. وبيستقبلها ابوها في المطار وبتجري عليه وبتحضنه وهي حزينة. وبعدها ابوها بيوصلها لبيت امها وبيعرفها ان هو هيبقى يطمن عليها من وقت للتاني. وفي الفترة دي ميجان بتتصل كل يوم بالمعسكر وبتسأل عن ريكس، وبتتضايق جدا لما بتعرف ان ريكس لسه في المهمة ومرجعش للمعسكر. ده غير ان محدش يعرف الميعاد اللي هيرجع فيه ريكس من المهمة، وده بيخلي ميجان متوترة وقلقانة. ولما بيجي عيد الكريسماس بتتفاجئ ميجان ان امها جايبه لها هدية، ولكن ميجان ما بتكونش مبسوطة لان هي قلقانة على ريكس. ولما بتخلص الاجازة ميجان بترجع على المعسكر، واول حاجة بتعملها هي انها بتسأل عن ريكس. وبتتفاجئ لما بتعرف ان ريكس لسه راجع من المهمة حالا، فبتجري عليه بسرعة علشان تستقبله. واول ما بتشوفه بتكون مبسوطة جدا، وريكس هو كمان بيكون فرحان لما بيشوف ميجان. وبعدها ميجان بتاخد ريكس على العيادة لانه بيكون متعور في رجله. وفي خلال الايام اللي بعدها بتحاول ميجان ان هي تدرب ريكس، لكنه بيكون لسه بيعاني من الالم بسبب الاصابة وما بيكونش جاهز لسه لاستكمال التدريبات. وعلشان كده بتقرر ميجان ان ريكس مش هينضم لاي مهمة تاني. وبعدها بتترقى ميجان وبتكون هي المسؤولة عن تدريب المستجدين على التعامل مع الكلاب. وفي يوم بيجي مارتن وبيقول لها ان قائد قوات الشرق الاوسط مات اثناء القتال. ولما بيجي الكلب بتاعه للمعسكر بيكون حزين جدا وبيكون رافض ان اي حد تاني يدربه، وبيفضل يدور على القائد في كل مكان. وبيحزن مارتن ساعتها وبيقول لميجان ان الكلب مفتقد صاحبه وان هو ممكن يموت بسبب حزنه عليه. فساعتها ميجان بتتخيل ان ده ممكن يحصل معاها هي وريكس، فبتقرر ان هي تتقاعد من الخدمة العسكرية. وبتروح لمارتن وبتقول له على قرارها، وبتطلب منه يسمح لها ان هي تتبنى ريكس وتاخده معاها للبيت. فبيوافق مارتن، ولكنه بيعرفها ان هي لازم تفحص ريكس في العيادة الاول. وفي العيادة الدكتورة بتكشف على ريكس، ولما بتلمس مكان الاصابة ريكس بيحاول يعضها. فبتتعصب الدكتورة وبتكتب في التقرير ان ريكس كلب عدواني وغير صالح للتبني. فبتتخانق معاها ميجان وبتطلب منها تغير قرارها، لكن الدكتورة بتصمم على رأيها وبترفض تغير رأيها. وفي اليوم اللي بعده ميجان بتكون خلصت اجراءات التقاعد وهترجع للبيت، ولكنها بتنصدم لما بتشوف جندي
بيدرب ريكس، وبتعرف منه ان ريكس هيشارك في مهمة خارجية تبع الجيش، فبتروح لمارتن وبتطلب منه يساعدها علشان تتبنى ريكس، لكن مارتن بيقول لها ان هو ما يقدرش يخالف الاوامر العسكرية وبيسيبها وبيمشي. فبتحس ميجان بالعجز وبتنهار وبتفضل تعيط، فبتصعب ساعتها على مارتن وبيشفق عليها وبيرجع لها وبيقول لها ان هو هيساعدها علشان تروح تودع ريكس قبل ما يسافر. فبتشكره ميجان وبتروح لريكس وبتودعه وهي حزينة، وبعدها بتركب عربيتها وبتمشي وهي منهارة وبتعيط. وفي اليوم اللي بعده بتتفاجئ ميجان ان امها جايبه لها كلب صغير، وده علشان يعوضها عن غياب ريكس، لكن ميجان بتتعصب على امها وبتقول لها ان مفيش اي كلب تاني ياخد مكان ريكس في حياتها، وبتقرر ان هي تسيب بيت امها وبتروح تقعد عند ابوها في البيت. وبتمر الايام على ميجان وحالتها النفسيه بتتدهور، فبتقرر ميجان ان هي تنضم لجلسات علاج نفسي، وبتفضل تحكي عن ريكس وعن علاقتها بيه، وبتقول ميجان ان هي اتعلمت حاجات كتيره من ريكس وان هو ساعدها علشان تغير من شخصيتها للاحسن. وفي خلال الفتره دي ابو ميجان بيكون صعبان عليه حاله الحزن اللي بنته بتمر بيها، فبيقعد معاها وبينصحها ان هي تكون قويه وان هي لازم يكون عندها امل وهدف تعيش عشانه، وبيقول لها ان هي لازم تحاول تاني وتالت علشان تتبنى ريكس. فبتتحمس ميجان وبتتصل بالمعسكر علشان تطمن على ريكس، وبتعرف ان ريكس لسه مرجعش من المهمه اللي هو فيها. وبتفضل ميجان تتصل بالمعسكر كل فتره لحد ما في يوم بتعرف ان ريكس رجع من المهمه، وبتتفاجئ ميجان لما بتعرف ان ريكس حالته الصحيه سيئه وعلشان كده الوحده هتحيله للتقاعد. فبتفرح ميجان وبتسال زمايلها اذا كان ممكن تتبناه، لكن زمايلها بيقولوا لها ان ده ما ينفعش، وده لان مكتوب في ملف ريكس ان هو كلب غير صالح للتبني. فبتتعصب ميجان ولكن مش بتيأس برضه، وبتروح لسيناتور كبير وبتحكي له عن قصتها هي وريكس، وبتوري له صورها هي وريكس في المهمات اللي نفذوها سوا. فالسيناتور بيتعاطف معاها وبيوعدها ان هو هيساعدها في مشكلتها. وبعدها ميجان بتبدا حمله لجمع التوقيعات علشان الحكومه تسمح بتبني الكلاب اللي خدمتها انتهت في الجيش، وبتنجح ميجان وصوتها بيوصل لناس كتير لدرجه ان هي بتظهر في برامج تلفزيونيه كتير وبتحكي قصتها مع ريكس، ده غير ان الصحف بتكتب عن المهمات الخطيره اللي نفذها ريكس وان هو ساعد الجيش وانقذ حياه عدد كبير من الجنود. وساعتها ناس كتيره بيكونوا متعاطفين مع ميجان وريكس، وبيظهر ان مارتن بيتابع اللي بيحصل من خلال الصحف، وبيكون معجب جدا بميجان وفخور باصرارها. وبيجي اليوم اللي هيتقاعد فيه ريكس، وبتقرر ميجان ان هي تروح تزوره في المعسكر، وهناك بتقابل مات اللي بيقول لها ان القياده وافقت ان هي تتبنى ريكس. فبتفرح ميجان وبتروح تدور على ريكس في المعسكر، واول ما بتشوفه بتنده عليه، فبيجري عليها ريكس وبيكون فرحان جدا. فبتحضنه ميجان وهي بتعيط، وبعدها ميجان بتاخد ريكس معاها على البيت، وبتكون ميجان في قمه سعادتها وهي مع ريكس. وبعد فتره الجيش بيعمل حفله لتكريم ميجان وريكس، وبتكون الحفله دي في ملعب فريق البيسبول اللي ميجان بتشجعه، وبيتم عرض صور لميجان وريكس على الشاشات، وبيحكي القائد عن قصص ميجان وريكس البطوليه واللي كانت سبب رئيسي في انقاذ حياه عدد كبير من الجنود. ووقتها الجمهور كله بيشجع ميجان وريكس وبيهتفوا باساميهم، وبتفرح ميجان لما بتلاقي ابوها وامها وسط الجمهور، وبيكونوا فخورين جدا بيها وبيفضلوا يشجعوها. وبعد فتره من السنين ريكس بيموت، وبتقرر ميجان ان هي تتطوع في الامم المتحده، وده علشان تقدم الخدمات البيطريه وتساعد في علاج الكلاب المصابه اثناء الكشف عن الالغام. وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك لقناة في الميتشينو، ولو عاوز تتابع الملخصات الكوميدية ما تنساش تعمل متابعة لصفحة عبد عاطف، ونشوفكوا الملخص اللي جاي، ويلا سلام.